في عيادة ضمان اليوم بنقابل الرئيس التنفيذي بالوكالة دكتور محمد القناعي. دكتور محمد نرحب فيك اليوم في عيادة ضمان. حياك الله. ما شاء الله دكتور، قاعد أشوف موظفين ضمان اليوم موجودين هنا في بنك الدم، فقول لنا عن دور ضمان في اليوم العالمي للتبرع في الدم. طبعا شركة مستشفيات الضمان منذ تأسيسها ولها مساهمات عديدة في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في المناسبات والأيام الصحية، وكذلك اليوم احنا متواجدين مع بنك الدم في هذه المناسبة، في مناسبة يوم التبرع في الدم العالمي، وكان هذا يعني لنا دور في تعزيز مفهوم التبرع بالدم بين الموظفين لما له أهمية للمجتمع، وكذلك أهمية يعني لها يعني نقول فائدة شخصية للمتبرع كذلك. شيء رائع دكتور. الحين عندنا طبعا أكيد راح يكون في تعاون بالمستقبل مع بنك الدم، فقول لنا شنو نوع هذا التعاون راح يكون؟ طبعا تعاوننا مع إدارة خدمات نقل الدم ان احنا نوفر ان شاء الله في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية مراكز لاستقبال المتبرعين في الدم، وهذا طبعا يساهم في تعزيز القدرة ومخزون الدم في دولة الكويت. إنزين دكتور، نبيك تقول لنا رسالة الحين للمشاهدين حق المترددين في التبرع بالدم، شنو تحب تقول لهم؟ طبعا التبرع بالدم له يعني خلينا نقول شقين، فائدتين، فائدة للمتبرع، فائدة صحية، وكذلك هذا طبعا بعد الأجر، كذلك له فائدة انك تنقذ، ممكن انت تنقذ حياة اشخاص مو شخص واحد في الكيس الواحد، فممكن هذا الكيس يتم استخلاص منه اكثر من فائدة، لذلك الفائدة راح تعم كثير من الناس، فهذه اتوقع يعني مساهمة مجتمعية من الشخص نفسه. ما شاء الله دائما ضمان سباقة في هذا النوع من المبادرات، فيعطيكم الف عافية دكتور. الله يعافيك، الله يسلمك، يا ما شاء الله.